أولا مبروك للشبابين، هالتحفة المعمارية حقيقة تحفة تضاف يعني لملعب المملكة، نسعد جميعنا سواء الشبابين أو حتى يعني الجمهور السعودي حقيقة، إنه نشوف مثل هالملاعب وهالتحف المعمارية اللي موجودة في يعني مدننا. المبروك للشبابين ايضا الفوز اليوم، كل شيء يمكن جديد في الشباب، لا ملعب لا شكل الفريق حتى مع المدرب الجديد، اداره جديده، فوز جديد، تكاتف جديد، يعني ما شفناه لدى الشبابيين من وقت طويل. يعني انا ما راح اتكلم عن 3 شهور فقط، لا نتكلم عن سنين ماضيه ما شفنا حتى كاتف الشبابي حقيقة. يعني شوف إدارات النادي السابقة كلها مثلا تكون موجودة اليوم، نجوم الفريق السابقين موجودين اليوم، التفاتة جماهيرية يعني تعكس جماهيرية الشباب. اليوم شفتنا حتى جمهور شبابي قادم من خارج مدينة الرياض، اللي جاي من الأحساء واللي جاي من الجنوب جاي يشوفون هالتحفة المعمارية، جايين يعزرون فريقهم الشباب. الجميع تحس أنه في حالة تفاؤل شبابية حقيقة. نتمنى أن هالحالة تستمر، نتمنى أن هالحالة يكون انعكاسها جيد على الشباب داخل أرض الملعب، يكون انعكاسها جيد على الشباب نقطيا وفي سلم الترتيب. نحن بحاجة إلى الشباب يعني حقيقة، حتى في الدوري السعودي الشباب الفريق الصعب والرقم الصعب في كرة القدم السعودية. نتمنى أنه يعود للمنافسة على الأقل، نشوف حتى لو ما تبقى من الموسم، يمكن احنا في الثلث الاول او اقتربنا من الثلث الاول من الموسم الحالي، على الاقل نشوف جزء من الشباب في هذا الموسم، جزء يدعونا للتفاؤل ان الشباب في المواسم المقبله راح يكون فعلا منافس، وانه لا ينقص الا اشياء بسيطه حتى يكون فريق فعلا شرس وفريق قوي قادر على خطف البطولات. تأكيد الشباب اليوم امام مرحله جديده في عمليه البناء وصناعه الفريق من جديد والمنافسة، وأيضا البحث عن عودته إلى منصات التتويج وليس فقط المنافسة. المرحلة الجديدة بدعم الأمير عبد الرحمن بن تركي وبقية الأعضاء الذهبيين والالتفافة تحتاج أيضا من الجماهير إلى الصبر وإعطاء العمل مساحة أكبر من الوقت حتى تثمر المشاهد اللي شفناها اليوم في قادم الأيام. فاصل قصير ثم نكمل تكرم بالبرنامج.